ودلوقتي بقى هنروح معاكم لفقرة التوب سيكريت، واللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير عندنا هنا في 7 في 7. خبر النهاردة عن صفقات نادي الزمالك السوبر. طبعا جماهير نادي الزمالك في حالة من الترقب والتشوق عشان يعرفوا الصفقات القوية اللي أعلن عنها مسؤولين نادي الزمالك خلال الأيام اللي فاتت، وتأكدهم طبعا أن النادي بالفعل تم التعاقد مع العديد من اللعيبة السوبر على حد وصفهم، ودي حقيقة فعلا بعد طبعا ما نجح نادي الزمالك أنه يحصل على توقيع نبيل عماد دانجا لاعب وسط المنتخب الوطني وبيراميدز خلال الأيام اللي فاتت، وتم الاتفاق كمان مع اللاعب على كل التفاصيل المادية. دانجا هياخد في الموسم الواحد 5 مليون جنيه من غير ضرائب، وبالفعل في كمان موافقه جاده جدا من نادي بيراميدز على انتقال اللاعب. كمان اسلام جابر لاعب الداخليه واللي كان معار برده من نادي مصر المقصه وظهر بمستوى حلو قوي مع الداخليه، وطبعا بسببه تم انضمامه لصفوف المنتخب الوطني في كل المعسكرات اللي خاضها الفراعنه تحت قياده اجاري، ولكن تم استبعاده في المعسكر الخاص ببطوله امم افريقيا. اسلام جابر وقع كمان لنادي الزمالك وهيكون ان شاء الله بقميص ابناء 100 عقبه في الموسم اللي جاي، والصفقه دي تمت بناء على طلب من خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك. كمان الزمالك بقى حصل على توقيع امام عاشور اللاعب الصاعد واللي طبعا تالق مع فريق حرس الحدود وكان ليه دور كبير جدا ان الفريق ينجح ان هو يفضل في بطوله الدوري المصري الممتاز. امام عاشور رفض ان هو يتنقل للنادي الاهلي بعد ما جاله عرض من نادي الاهلي، واكد كمان اللاعب لمسؤولين حرس الحدود وغزل المحله ان هو دلوقتي حابب انه ينتقل على سبيل الاعاره لنادي الزمالك، وان كمان عيلته كلها زملكاويه وعايز ان هو يحقق حلمه الكروي في الانضمام لنادي الزمالك.